السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العرب في الجاهلية في ضلال وبغي وطاعة للشيطان، وكانوا يعيشون بقانون الغابة، فيأكل القوي منهم الضعيف ويظلمه. فكان إذا قتل منهم عبد قالوا لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتل منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلا، وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفة، وإذا قتل منهم رجل أسرفوا في القتل وقتلوا 2 أو 3 وربما 10. والنتيجة الحتمية لكل ذلك انتشار العداوة والبغضاء، وكادت القبائل أن تفنى من كثرة القتلى. فجاء الإسلام ليرفع الظلم والجور ويرسل العدل في القصاص، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فسارع المؤمنون وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وكانوا على يقين تام أن الله عز وجل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. وعلى الجانب الآخر تعالت الأصوات وقالت: لماذا نسلب الحياة من إنسان ولو كان قاتلا؟ أين الرحمة؟ وأين حقوق الإنسان؟ ما الحكمة؟ وما المقصد من القصاص؟ فأنزل الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة، فتحقن الدماء ويرتجع الأشقياء عن القتل إذا علموا أنهم مقتولون. ولكم في القصاص حياة، ليس للقاتل وحسب، بل ولمن هم أيضا بقتله. ولكم في القصاص حياة، لكل إنسان بريء سوف تسلب منه الحياة لأنه وقع في دائرة الثأر والانتقام. ولكم أنتم جميعا حياة، حياة حقيقية آمنة مطمئنة، لا خوف فيها ولا ترقب. فالله عز وجل لم يشرع لنا العقوبة في الأساس لتقع بل لتمنع، وحين نقتص من قاتل واحد يرتدع الآلاف ونحمي المجتمع من الفوضى. ولا يخفى علينا جميعا أن من أمن العقاب أساء الأدب، وإن كان لا مجال للمقارنة والتشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق، ولكن دعونا نتأمل في بلاغة القرآن الكريم في تلك الآية العظيمة. فمن أقوال العرب المشهورة في القصاص: قتل البعض إحياء للجميع، وأجمعوا أن أفضل ما قيل منهم: القتل أنفى للقتل. ورغم أنه لا مجال للمقارنة، ولكن علماء البلاغة أجمعوا أن اللفظ في الآية الكريمة أبلغ وأفصح من عدة وجوه. فساوت الآية الكريمة بين القصاص والحياة، وجعلت القصاص سببا للحياة. والإثبات في الآية الكريمة أبلغ وأفصح من النفي في المثل، وخلت الآية الكريمة من التكرار اللفظي بينما لم يخلو المثل من التكرار. وأخيرا وليس آخرا، نجد أن القصاص حياة أقل في عدد الحروف من المثل القتل أنفى للقتل، وبالتأكيد هذا أبلغ وأفصح. ولا يدرك الحكمة من التشريع إلا أهل النظر الصحيح، فجاء الخطاب: يا أولي الألباب. وأولو الألباب هم أصحاب العقول السليمة والكاملة، فهم وحدهم من يعقلون ويتدبرون وينتفعون من الأحكام الشرعية. فالله عز وجل يحثنا على النظر والتأمل والتدبر في جوهر الأحكام الشرعية: لعلكم تتقون القتل والقصاص وإراقة الدماء، ولعلكم تتقون الفوضى والفتن والثأر والجرائم، ولعلكم تتقون الله بفعل الطاعات
وترك المنكرات. فاللهم اجعلنا من أولي الألباب والمتقين لرب الأرباب. جزاكم الله خيرا.